هنأ سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة النائب الأول لرئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس الاتحاد البحريني لألعاب القوى هنأ الفرق الفائزة في النسخة السابعة من أولمبياد الروبوتات العالمي وتأهلها للمشاركة في نهائيات أولمبياد العالم الروبوتات المقرر إقامته بكوستاريكا هذا العام، مشيدا سموه بما حظيت فيه هذه الفعالية من مشاركة متميزة من قبل طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة الذين تنافسوا على تقديم أفضل الاختراعات التي تنعكس على مستوياتهم الدراسية بما يحقق التطوير والتقدم للحركة التعليمية بمملكة البحرين. وقد أشاد سموه بالجهود التي تبذلها مدرسة MA بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم وهيئة البحرين للسياحة والمعارض في تنظيم هذا الحدث العلمي الفريد الذي لاقى نجاحا كبيرا وصدى واسعا على المستوى الدولي، مؤكدا سموه أن استمرار إقامة أولمبيات الروبوتات العالمي للعام السابع على التوالي يعكس ما وصلت إليه هذه الفعالية من نجاحات كبيرة فرضت نفسها بقوة على مستوى الفعاليات التعليمية التي تتناسب وتوجيهات القيادة الرشيدة في دفع الطلبة والطالبات بمختلف المراحل الدراسية نحو التفكير والإبداع والابتكار وتقديم المشاريع التعليمية والابتكارية التي يمكن من خلال أن ترفع من المستوى التعليمي وتساهم في مواصلة الجهود الرامية لتنمية وتطوير الحركة التعليمية بالمملكة. وأضاف سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة أن إطلاق هذه الفعالية جاء تنفيذا لرؤى وتوجيهات القيادة بدفع عجلة التقدم بالتعليم في البحرين، وهي خطوة اتخذها سموه كواحدة من المبادرات التعليمية التي تساهم في منح الشباب البحريني الفرصة لإطلاق طاقاتهم وإبداعاتهم الفكرية والعلمية والتكنولوجية بما يسهم في ظهور بروز المواهب والطاقات الشبابية القادرة على الإبداع والابتكار والذي يحقق أعلى معدلات النجاح في القطاع التعليمي، مشيرا سموه إلى أن الجهود ستتواصل من أجل رعاية ودعم الشباب في المجال العلمي. وقال سموه: نعرب عن فخرنا واعتزازنا بالمستويات التي قدمها طلبة وطالبات المدارس الحكومية والخاصة بأولمبياد الروبوتات العالمي السابع، متمنيا أن نشاهد في المستقبل القريب هؤلاء الشباب وهم يتميزون كل حسب موقع عمله ونتابعهم وهم يقدمون وللتكنولوجيا والعلم مزيد من الاختراعات والابتكارات التي تستفيد منها البشرية. الإبداع هي العملية الذهنية التي تساعدنا على توليد الأفكار، أما الابتكار هو التطبيق العلمي للأفكار المولودة وبداية الطريق نحو الاختلاف والتميز، وهذا ما حرص على تحقيقه سمو الشيخ خالد بن حمد الخليفة من خلال مبادرة سموه العلمية برعايته النسخة السابعة على التوالي من أولمبياد الروبوتات العالمية. طبعا في البداية أنا يعني أتشرف أن أكون لسابع سنة من المحكمين في هذه وتحت رعاية سمو الشيخ خالد بن حمد، وهذه يدل على شيء أن التشجيع اللي يقدمه سمو الشيخ خالد لهذه الناشئة لهذه الجيل شيء جدا عظيم. وهذه السنة المواضيع كانت جدا يعني مميزة، كانت مواضيع تتكلم عن الانبعاثات الكربونية وكيف هذه الناشئة تتعامل وياها من خلال تصاميم الروبوتس، فهذه الموضوع جدا مهم. ورعاية سمو الشيخ خالد صراحة هي الحافز الكبير اللي كان حق هذه الناشئة أنه يبدعون فيها ويقدمون الشيء المميز اللي ما قدموها في السنوات السابقة. طبعا مستويات ارتقت من قبل، نشوف أن طالب صار عندهم مهارات مثل التفكير الذهني مالهم، يعني من قبل تحسن مستواهم. أكثر من 100 مدرسة حكومية وخاصة من مملكة البحرين و 278 طالب وطالبة شاركوا خلال منافسات الأولمبياد للحصول على بطاقة العبور لمونديال روبوتات العالم المقرر إقامته بكوستاريكا شهر نوفمبر القادم في 4 مستويات لهذه النسخة من الأولمبياد. هذا الدعم من سمو الشيخ خالد الخليفة بالنسبة لنا بيعتبر دعم كبير جدا وبيعطي قوة ودافعة كبيرة للشباب انهم يعني يقفوا في الطريق الصحيح، لان هذا النوع من انواع الروبوتكس
أو أنواع الفيكس أو أنواع الروبوتينو أو الليجو روبوتكس، كلها طبعا بتحفز في الطالب أو بتبني في الطالب اتخاذ القرار، حل المشكلات، ازاي يواجه المستقبل، ازاي يعني يحل الأزمات. مسابقة وايد حلوة يعني، وكانت تنافس وذي وايد قوي، مدارس ما شاء الله عليهم يعني قوية، ويعني ما شاء الله بعد مع انهم قويين اللي احنا حققنا المركز الاول، ويعني ما شاء الله بعد هني وايد بعد كانوا مسويين تصميمات حلوه، وان شاء الله اللي ما فاز هالمره يفوز المره الجايه باذن الله. المشاركه كانت مشاركه ممتازه، حصلنا الذهبيه، وان شاء الله في المرات القادمه نشارك بعد نحصل مراكز افضل. طبعا المسابقه كانت ممتازه، وجميع الافرقه استفادت منها وطورت نفسها في المهارات الكثيره، ومنها تصنيع الروبوت وبرمجته. طبعا هي تركز على البرمجة بصورة أساسية، فالطالب راح يتعلم شلون يبرمج، وهذا راح يفيده في حياته وراح يقدر يصنع شيء في المستقبل. أهداف كثيرة تحققت بعد ختام هذا التجمع العلمي، أهمها اكتساب المهارات الجديدة والدفع نحو الإبداع والابتكار في التعليم من أجل إبراز مواهب طلبة وطالبات البحرين لبناء جيل جديد من الشباب البحريني القادر على تحقيق أعلى معدلات الأداء والإنتاجية في شتى مجالات وقطاعات المملكة.